قدموا مباراة عظيمة. الرحمن هدف المباراة اليوم عبد الرحمن، ركلة الجزاء الأولى عبد الرحمن، يضيع عبد الأول. يلا يا وداع، يلا يا وداع، كل الجماهير في ظهرك يا وداع، وداع يا هدف. اليمن تنتظر الكرة في الشباك، وعادل عباس الكرة الثانية، الإشارة بالتسديد، عادل، عادل يسجل وبدون أي خروج عن النص في ممتاز بانتظار. حافظ على حزيز ده وضح الركلة، ركلة الترجيح التالي المنتخب السعودي، الركلة التالي داخل داخل، أوه وفرح كل البلد. هذه تسديده قويه، ولكن هناك وضاع الاداء، كان الاداء هي مباراه جني الثمار يا هاشم النشري، النشري النشري يضيع هاشم النشري. او اللي امامنا بقى في الصوره لاعب مختار، مختار مختار يا ولد، يا ولد يا ولد يا ولد من سته، وضاع حصول على حظوظ اليمن. اسد سبع يطارد، اسد سبع يحمل عليه، اسد اليمن صمام الامان، يضع اليمن حتى الان في امان. والله عيب بقى ما يقدمه وضاع، لابد ان تسدده، لابد ان تسجله. طب اليمن يضيع كورتين وسجل كوره، عادل عباس فقط هو من سجل. انضم بقى الى كتيبه عباس، انضم يا يونس، يونس 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 يونس، جول 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 جول. يونس صالح يصلح حالك يا يونس، يصلح حالك يا يونس. فرحتنا مره ثانيه يا اخي، فرحتنا مره ثانيه يا اخي. المنتخب اليمني يتلاعب بالاعصاب، المنتخب اليمني يتلاعب بالاعصاب. اي اعصاب والله، ده احنا عاوزين عاوزين ثلاجه تحط فيها اعصابنا بعد هذا السيناريو. كيف تصدي ثالث من امام عبد الله العزاز. يلا يلا يا وضاع، يلا وضاع، هز نفسك وطير، يلا وضاع، طير باحلام اليمن وتصدى وضاع. الركله الرابعه للاندر السعودي، وضاع امام الهزازي، وضاع والهزازي يسجل الهزازي، يسجل الهزازي، وخلاص وصلنا الى مرحله كوره وكوره. بمعنى عبد الخالق والركله الخامسه، يلا يا عبد الخالق، يلا يا عبد الخالق، الكل ينتظر كورتك في الشباك. عبد الخالق، عبد الخالق يا حسابك، يا حسابك باقتدار وسندك الشكر لعبد الخالق. الارض دائما لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى انين العابدين. بدون فزلكه، بدون اي خروج عن النص، بكامل الهدوء يسجل. زادوس وتحقيق اللقب الثاني، والضحك والانقاذ، الفرصه وركله الجزاء بالعلامة الجزاء، الركلة الأخيرة. يلا يا وضاح، فرصة اليمن بشق الأنفس، لا تكفي إلا بشق الأنفس. مبروك اليمن، مبروك، حي اليمن، حيوه، ارفعوا ارفعوا علم اليمن، افرحوا بهذا الانتصار الذي أتى من رحم المعاناة. ليه بتصعبوها علينا؟ ليه صعبوها؟